صار لي تقريبا اسبوعين مش على بعضي ابدا. ليه؟ حتى كثير ناس عم يسالوني على الانستغرام ومن حولي. سلام، كيفكم حبايبي؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. انتم بتحضروا فيديو اليوم، زي ما انتم شايفين اليوم حبيت اصور على الخزانه لانه حسيت حالي مش مستغله غرفتي ابدا، فقلت خليني اشوف كيف بطلع الوضع اذا صورت بهاي الطريقه من دون كروما. فاحكوا لي انتم حلو هيك ولا مش حلو عشان يعني نحسن بالفيديوهات القادمه. المهم حبايبي، فيديو اليوم حبيت اعمله من القلب الى القلب، يعني حابه احكي لكم اهدافي للسنه القادمه ان شاء الله ان ربنا احيانا على خير، واحكي لكم شو تعلمت. اجت سياره الغاز، تعلمت انه سياره الغاز مستحيل ما تيجي وانا بصور. المهم حبايبي، بهذا الفيديو رح احكي لكم ان شاء الله اهدافي لسنه 2021 وشو تعلمت بال 2020 بكل الشغلات اللي صارت معنا هاي السنه. المهم قبل ما نبدا هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي، اشتركوا بقناتي، فعلوا زر الجرس، اتركوا لي كومنت حلو تحت، وما تنسوا تضيفوني على مواقع التواصل الاجتماعي، روابط كلها بصندوق الوصف. انستغرامي ضيفوني على 500,000 ما شاء الله بدنا نصير، وانستغرامي لهلا بس 117,000. ليه 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 بس فهموني ليه. واذا بنقدر نوصل قناتي للنص مليون قبل ما تبدا 2021 بكون ممنونه لكم عن جد والله من كل قلبي. وبسم الله يلا نبدا بالفيديو. اول شيء حبايبي حابه احكي لكم اياه شو الاشياء اللي تعلمتها السنه هاي قبل ما تخلص، وشو مريت بشغلات هيك سريعه حسترجع معاكم. بهاي السنه قررت افتح قناه اليوتيوب، الحمد لله صار لي سنه فاتحه قناتي. كان ببالي اكون وصلت المليون مشترك، لكن للاسف الهدف كان مش سهل، فالحمد لله وصلت تقريبا خلينا نحكي نص مليون مشترك. مو زعلانه ابدا، ليه؟ لانه بحس حالي قدمت قيم الحمد لله بقناتي احسن من اللي عنده 10 ملايين عن جد والله. يعني لو عندي 10 ملايين مشترك وكانت قناتي بلا هدف كان ما رح تفيدني لا بحياتي ولا بمماتي، فالحمد لله رب العالمين. انا كثير مبسوطه وسعيده بالإشي اللي وصلت له، هذا من فضل رب العالمين. صح 500,000 مشترك، بس الحمد لله رب العالمين فيديوهاتي القيمة كانت توصل لملايين الناس والملايين القلوب ويتأثر فيها ملايين الناس، فهذا الإشي الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، بعتبره كلمة طيبة وصدقة إلى ما بعد مماتي حتى إن شاء الله بعد عمر طويل. المهم من الشغلات اللي عرفتها بهاي السنة بصراحة كانت بالنسبة لإلي شغلة بشعة، إنه الناس تقيس الشخص بالأرقام اللي عنده. يعني تخيلوا أنا قبل سنة من هلأ ما كان عندي رقم على الإنستغرام، ما كان عندي رقم على اليوتيوب، تعامل الناس معي كان يعني عن جد كان إشي الباقي عندكم والله. لكن بعد ما أنا تعبت على حالي وجمعت هاي الأرقام، وما بحب أقيس حالي بهاي الأرقام والله، بس هيك الناس صارت عن جد هاي الأيام، صرت أحس في اشي غريب، التعامل صار ارقى، الفرص نوعا ما صارت تقدم اكثر. طب ليه؟ ليه يا جماعه؟ اعطوا الناس فرص انها تعبر عن نفسها عن ذاتها. هذا الاشي صراحه اكتشفته للاسف. خلونا ندخل هلا بالموضوع المهم. نهايه 2020 شو ممكن نعمل عشان نبدا سنه جديده بتفاؤل ونقدر انه احنا نقدم احسن ما عندنا فيها؟ اول شغله، اول اشي لازم نعمله انه نقيم حالنا وشو عملنا بالسنة اللي راحت الماضية اللي هي 2020، شو احنا قدمنا ب 2020، شو الاشياء الحلوة اللي صارت معنا وشو الاشياء السلبية اللي مو حلوة صارت معنا. نمسك الاشياء الحلوة نحمد الله عليها ونطورها اكثر، الاشياء اللي مو حلوة والاخطاء اللي صارت معنا نعرف شو سببها، شو سبب هاي الاخطاء، ليه صار معنا هيك، ونحاول انه نتجنبها تماما ونعرف كيف نعالجها. تاني شغلة حبايبي انه نحط اهداف قادرين نحققها، مش نحكي والله انا بدي اعمل هيك وهيك وهيك هاي السنة وتكون هاي الاشياء خيالية او صعب كتير انه الواحد يقدر يطبقها. خلوا الاهداف تكون بسيطة وقابلة للتحقيق، وضروري جدا انك تعرف هذا الهدف انت ليه عامله، ليه حاطه بحياتك، لشو بدك توصل، هذا الاشي بدك تحققه عشان 1 2 3، بتحدد وقت لتحقيق هذا الهدف. ثالث شغلة والأهم تعلمت هاي السنة شغلة كتير مهمة، شغلة يمكن إحنا ما كنا منتبهين عليها منيح، ما كنا واعيين لإلها. سبحان الله ما بندرك الإشي النعمة اللي بإيدينا إلا لما نحس بفقدانها من غير شر أو حدا أمامنا يفقدها. ركزوا معي منيح لأنه الكلام اللي بدي أحكيه هلأ
جزء أهم كلام بكل الفيديو رح يكون. صار لي تقريباً أسبوعين مش على بعضي أبداً. ليه؟ حتى كتير ناس عم يسألوني على الإنستغرام ومن حولي. من أسبوعين تقريباً صديقتي الراح بالراح، يا رب الله يصبرهم، فقدت والدها. الله يرحمه يا رب ويغفر له. من هداك الوقت حسيت حالي في إشي تغير جواتي، حسيت إنه جد الدنيا ما بينحزر عليها أبداً. بوقت بسيط، بلحظة، برمشة عين، ممكن تفقد أحسن وأفضل نعمة أنت عايش فيها، اللي هي نعمة الأب والأم. كتير منكم أكيد ما رح يوعى لكلامي ويفهم كلامي، بس أنا هلأ هدفي أوعيكم لهذا الإشي. هدفي إن شاء الله ب 2021 الأول من بعد طاعة رب العالمين بشغلات كتير، هو طاعة الوالدين، بر الوالدين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أول شي حبايبي، طاعة الوالدين من طاعة الرب، رضاهم من رضا ربنا. لما شفت الحزن اللي خيم على أهل صديقتي وعليها، لما شفت الألم اللي مو طبيعي، ألم الفقدان، حسيت إنه كل الشغلات حرفياً اللي بنعيشها بحياتنا اللي بنعتبرها كتير صعبة ولا إشي. الحزن اللي بنعيشه بحياتنا على شغلات تافهة وما بتستاهل، حتى على فقدان أشخاص، أصدقاء أو أحباب ما بيستاهلوا، حزن تافه جنب الفقدان الحقيقي اللي هو فقدان الأهل، فقدان الأم والأب من غير شر. يا رب الله يا رب يطول عمر أهلينا وأهليكم ويعطيهم الصحة والعافية، والمتوفين منهم الله يرحمهم يا رب ويصبركم ويربط على قلوبكم. ولكن الكلام المهم اللي بدي أحكيه هلأ، ركزوا فيه منيح، نعمة الأب والأم لا تعوض. شوفوا، مهما حبيتوا ناس في حياتكم، أصدقاء، أحباب، خطيب، زوج، أبناء، شو ما كان طبيعة الحب، طبيعة الصداقة، طبيعة العلاقة بينكم، مش مثل حب الأم والأب أبداً. اغتنموا كل لحظة معهم، بروهم، حبوهم، عيشوا لحظات من السعادة معهم قد ما بتقدروا. الدنيا فانية، كلنا رح نموت في النهاية، بس جد الحسرة انك انت تفقدهم وانت مش بارهم في حياتك، وانت مش شبعان منها، انت حاسس حالك مقصر معاهم. فما بتتخيلوا قديش هذا الاشي اللي صار غير فيي، غير فيي من جوا كتير، وعاني كتير، صرت اخاف من اي لحظة اتخيلها لا سمح الله، يعني احس حالي فيها من دونهم لا سمح الله لا قدر الله. الفكرة اللي بدي أحاول أوصلها إن هم نعمة بحياتنا. تخيل أنت لما ترضي أمك وأبوك، أنت بترضي رب العباد، يعني الله بيبارك بحياتك ورزقك بدعوة أم، بدعوة أب. فجد نصيحتي لإلكم، بروهم قد ما بتقدروا، بروهم، حبوهم، قضوا وقت معاهم، ما ترفعوا صوتكم عليهم. تأكدوا من شغلة، لما أمكم وأبوكم يعاتبوكم، يبهدلوكم، يزعلوا منكم، ما بيكون هدفهم إنهم ما بيحبوكم لا سمح الله، أو بدهم الشر لإلكم، بالعكس بيكونوا بدهم مصلحتكم، بيكونوا بدهم يوعوكم، ينبهوكم. بعكس بعض الأشخاص في حياتنا اللي منفكرهم بيحبونا، بيروحوا بزعلوا منا أو بيعاتبونا بطريقة بشعة، بأسلوب بشع. أحياناً بتكون الغايات مختلفة، ممكن يكونوا بغاروا أو بحسدوا، بس الأم والأب مستحيل تكون غايتهم يأذوك. القسم الثاني من هذا الموضوع اللي هو رضا ربنا، كيف أنا أطور من عباداتي، كيف أنا أصير أحسن، كيف أنا أطور من عباداتي وأستقيم بعباداتي عشان تستقيم حياتي. لازم تسأل حالك منيح، أنتوا شايفين يا جماعة شو عم بيصير معنا بال 2020، داث كتير، أمراض، كوارث، أشياء كتير صعبة، فقدان. حلو الإنسان يقدم لحياته. اسأل نفسك، ماذا قدمت لحياتي؟ شو أنا قدمت لحياتي من شغلات حلوة؟ شو قدمت لحياتي شغلات تضل بعد ما أنا أموت؟ فهاي من الشغلات المهم جداً إنه إحنا ننتبه عليها. من العبادات اللي لازم ننتبه عليها بحياتنا الصلاة. أنا عاملت لكم فيديو كامل عن الصلاة بقناتي بسلسلة قصص واقعية عني، اسمه قصة التزامي بالصلاة. إن شاء الله احتمال أعملكم كمان جزء تاني قريباً. والهدف اللي بعده، ابحث عن نفسك، طور قدراتك، طور نفسك. كيف؟ اقرأوا كتب. الكتب عبارة عن موسوعة كاملة من الأفكار، يعني أنتوا بتدخلوا موسوعة كاملة لعقلكم، تعطيكم جرعة إيجابية، تعطيكم أفكار شو تعملوا بحياتكم، كيف تلاقوا شغل، كيف تعملوا شغلات حلوة لأنفسكم تفيدكم بالمستقبل. الهدف اللي بعده، تخلص من الأفكار السلبية جواتك. ببساطة تخلصوا من الأفكار السلبية بداخلكم. استمعوا لقصص العظماء، استمعوا لقصص الأنبياء، صدقوني حتلاقوا حالكم جواتكم بلشت شغلات حلوة تكبر. حتعرفوا انه انتم مو لحالكم واجهتوا شغلات صعبة،
كتير في قبلكم سبقوكم شغلات أصعب. تعلموا من قصص الأنبياء، اسمعوا لقصص الأنبياء كيف واجهوا البلاء في حياتهم والابتلاءات. صدقوني رح تتغير أفكاركم، مشاعركم رح تتغير، رح يصير في عندكم جرعة إيجابية بداخل أنفسكم. ومن أهم الشغلات اللي لازم تعملوها كمان إنه تنتقوا الأشخاص بحياتكم. ابتعدوا عن الأشخاص السلبيين، اقتربوا من الأشخاص الإيجابيين. ليه؟ وجودكم مع الأشخاص السلبيين رح يمدكم بالجرعات السلبية، حتصيروا تكرهوا حالكم شوي شوي، تكرهوا الحياة، حيأخروكم عن فعل أشياء عظيمة في حياتكم. اقتربوا من الأشخاص الإيجابيين عشان تقدروا تكونوا أحسن أكثر وأكثر. الشغلة اللي بعدها، ما تتعلقوا إلا بالله سبحانه وتعالى ثم أنفسكم، لا بقريب ولا ببعيد، الله وأنفسكم. ليه؟ لأنه لما تتعلقوا بالأشخاص من حولكم، هدول الأشخاص زائلين بشر، رح تنأذوا إذا تعلقتوا بالأشخاص. ليه؟ أي فقدان لإلهم رح يؤذيكم، أي مشاعر سلبية منهم رح تأذيكم، أي مشكلة أو تتش بسيط معاهم برضو رح يأذيكم. فما تتعلقوا، خلوا دائما تعلقكم بالله ثم أنفسكم، آمنوا بأنفسكم عشان تقدروا تطوروا من حالكم وتوصلوا لأماكن عظيمة. واعملوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. ليه؟ لأنه ممكن أشخاص من حولنا إحنا ما بنعرف شو نواياهم يحسدونا أو يحاولوا يأخرونا بطريقة ما عن تحقيق الهدف وإحنا مش عارفين. ومش بس هيك، أنا من الأشخاص اللي إذا حكيت الأشياء اللي نفسي أعملها للناس تراجع عنها. ليه؟ علمياً ونفسياً لما أنت تحكي الإشي اللي بدك تعمله تلقائياً بتحس حالك كأنك عملته، فأنت هيك تلقائياً ما رح تحقق أي شيء من اللي بدك إياه، تلقائياً ما رح تعمل علشانه. وبس يا جماعة، هذا كان الفيديو لليوم. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب لقناتي. إن شاء الله يا رب ما أكون طولت عليكم، أحبكم كتير ومع السلامة.